نظام إدارة التعلم Blackboard. Blackboard هو نظام إدارة التعلم المستخدم في الجامعة السعودية الإلكترونية، وهو بيئة تعليمية افتراضية تفاعلية بين عضو هيئة التدريس والطالب، تدار فيها العملية التعليمية بيسر وتكامل عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. فمن خلال أدوات عرض المحتوى بنظام إدارة التعلم Blackboard يمكنك الحصول على الكتب الإلكترونية والمقررات الدراسية بصيغ متعددة، مثل ملفات البي دي اف والعروض التقديمية والمقاطع الصوتية والفيديو. ويقدم النظام العديد من الخدمات وأدوات الاتصال التي تعطي قوة وفاعلية للتعلم، مثل التفاعل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس من خلال الأدوات المتاحة، مثل أداة Blackboard Collaborate Ultra والتي تقدم الفصول الافتراضية من خلالها. وكذلك يتيح لك النظام التفاعل غير المباشر وتعزيز عملية التعلم من خلال بعض الأدوات، مثل لوحة المناقشات والإعلانات والبريد الإلكتروني. ويشجع النظام التعاون والعمل مع زملائك في مجموعات من خلال أداة المجموعات. كما أنه من خلال أدوات التقييم يساعدك النظام على تقديم الواجبات وأداء الاختبارات المختلفة في كل المقررات. كما يمكنك بعد ذلك التعرف على تقديراتك في كل اختبار عن طريق زيارة صفحة التقديرات. وهناك العديد من أدوات التقييم المتاحة عبر النظام، مثل تتبع التقارير ومركز التحضيرات والمهام والواجبات والاختبارات والاستقصاءات ومركز الدرجات. كما يستطيع طلاب وأساتذة الجامعة السعودية الإلكترونية من خلال النظام الوصول إلى الموارد والكتب الإلكترونية المنشورة على دور النشر العالمية، وتلك الكتب الإلكترونية تكون متاحة كأداة داخل المقرر الدراسي. عزيزي الطالب، هناك بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها عند استخدام نظام إدارة التعلم Blackboard. فعند وجود مشكلة عند دخولك للنظام، يجب عليك التأكد من لغة الكيبورد والأخذ بعين الاعتبار حالة الأحرف كابيتال أو سمول. وعند اختفاء المقررات الدراسية من نظام Blackboard، يجب التحقق من تسجيل المقررات الدراسية في نظام البنر وعدم وجود أي إيقافات سواء إدارية أو مالية. وإذا قابلتك مشكلة عدم ظهور المحتوى، فيجب عليك التأكد من تحميل تلك البرامج المطلوبة والسماح بالإطارات المنبثقة. وفي حال ظهور رسالة خطأ باللون الأحمر عند فتح المقرر، نرجو تصوير الشاشة وإرسالها مع شرح المشكلة للدعم الفني. أما إنشاء وتفعيل الأدوات التفاعلية مثل المجموعات والنقاشات والمدونات واليوميات، فالمسؤول الأول عنها هو أستاذ المادة. وفي حال تم إنشاؤها ولم تظهر في الصفحة لديك، يرجى مراجعة الأستاذ للتأكد من إضافتك. وعند حدوث أي مشكلة أخرى خلال استخدامك للنظام، يمكنك إرسال تلك المشكلة للدعم الفني للBlackboard عبر نظام دعم، وسيتم حل تلك المشكلة في أقرب وقت.